سنتوجه بعد قليل إلى جنيف أنا وأعضاء وفد الشعب البرلمانية، وذلك لعدة أمور: حضور الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، مشاركة أعضاء الوفد في اللجان التي هم أعضاء بها، اجتماع المجامع الجيوسياسية في البرلمانات الدولية، وكذلك للرد على الشكاوى. تذكرون عندما قلت أن هناك 3 شكاوى مقدمة، ومن حاول يشكك في هذه المعلومة واتضح بعد ذلك أن الكلام اللي احنا كنا نقوله هو الصحيح. الرد على الشكاوى سيكون في هذه الزيارة. أنا واثق كل الثقة من قدرتنا على ضحك الأكاذيب الموجودة في هذه الشكاوى. اللي عنده شكوى ويفتخر فيها وهي بياض وجه ينشرها، ليش ما ينشرها إذا ما كانت أمر يفتخر فيه؟ لكن كان فيها إساءة للكويت أو مؤسساتها، سواء كان برلمان أو غيرها من المؤسسات، فبالتأكيد هذه محاولة للإساءة إلى الكويت لن نقبل فيها. وأؤكد لكم بأن يقيني بالله سبحانه وتعالى أولاً، وثم بأعضاء الشعب البرلمانية والأخوة في الأمانة العامة في مجلس الأمة الكويتي، لدينا كافة الردود على الاتهامات الباطلة التي وردت في هذه الشكاوى.